السلام عليكم أصدقائي، كما تعودنا كنهضروا على تليفونات فلاكشيب أوكازيون خارج السوق في 2017 ولا 2018 ولا 2016. المهم خرجوا للسوق قبل 2020 والثمن ديالهم نقص بزاف مقارنة مع أول ما نزلوا للسوق، وكنشوفوا كما تعودنا على القناة واش مازال يستاهلوا نشريوهم في 2020 ولا لا. واليوم غنهضروا على تليفون من أفضل التليفونات اللي نزلوا للسوق في 2017 وكان بثمن اللي هو خيالي، وحاليا الثمن ديالو نقص بزاف وخصوصا اوكازيون، ونشوفوا العيوب ديالو والمميزات ديالو واش يستاهل نشريوه في 2020 ولا لا. وهذا التليفون كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو هو سامسونج جالاكسي نوت 8. الثمن ديال النوت 8 اوكازيون حاليا كيلعب من 2500 درهم حتى 3000 درهم تقريبا على حساب النقا. هو ثمن اللي مزيان بزاف الا كان النوت 8 مازال نقي، ولكن النوت 8 فيه واحد العيب اللي قاتل اللي يخليكم ما تفكروش تشريوه بحالي واخا تلقاوه رخيص. المهم نبدا معكم بالمميزات ديال هاد التليفون وندوزو للعيوب ومنها هاد العيب القاتل. اول حاجه اللي كيتميز بها النوت 8 وماشي غير النوت 8 كاع سلسله ديال النوت وما كايناش في شي تليفون اخر، هو الاسبان القلم اللي كيجي مع النوت اللي نقدروا نديروا به بزاف ديال الخدمات بحال الرسم، التلوين، الكتابه وبزاف ديال الخدمات والاختصارات اللي ولفهم في النوت ما بقاش اي تفرق عليه. النوت 8 فيه شاشه واعره بزاف من نوع سوبر اموليد، الحجم ديالها 6.3 انش وبدقه 2960 بيكسل في 1440 بيكسل، وفي اكثر من 500 بيكسل في الانش الواحد. الالوان فيها زاهين مزيان وانت كتفرج فيها بحال الا كتفرج في شي بلازما اوليد من ال جي. والشاشه هنا عليها حمايه من الخدش والكسر غوريلا غلاس 5، كتدعم خاصيه الاولويز اون ديسبلاي وخاصيه توتش 3D. صوت في النوت 8 ناقص شويه وما كيدعمش تقنيه ستيريو، صوت كيخرج من بلاصه وحده في التليفون في التحت ديالو حدا بلاصه القلم، وفيه منفذ التايب سي في نفس البلاصه تقريبا وحتى بلاصه السماعات العاديه. والتليفون التصميم ديالو ناضي واخا طويل شويه مي ماشي مشكل اللي كبير. الظهر ديال التليفون حتى هو عليه حمايه من الخدش والكسر غوريلا غلاس 5، وعلى العموم تصميم ممتاز زوين في الشده وكذا. والتليفون مقاوم للماء بمعيار IP68، يقدر ينزل وصل الماء حتى متر ونصف والمده ديال 30 دقيقه، ولكن كنظن خاص يكون تليفون جديد ماشي اوكازيون. الا كان اوكازيون بلا ما تجربوا تدخلوه لوسط الماء. اداء ديال التليفون بطبيعه الحال ممتاز، حنا كنهضروا هنا على تليفون اللي فلاكشيب واللي كان من احسن التليفونات في 2017. فيه معالج ناضي اما سناب دراجون 835 ولا اكساينوس 8895 مع 6 جيجا في الرام، يخدم كاع الالعاب بلا مشاكل، وهذه حاجه عاديه وطبيعيه كما قلت لكم حنا كنديويو على تليفون اللي فلاكشيب وماشي تليفون في الفئه الاقتصاديه. الميموار فيها اختيار ديال 64 ولا 128 ولا 256 جيجا. اللي كيقلب على كاميرا يعول عليها في التصاور والفيديو. النوت 8 فيه كاميرا خرافيه سواء في التصاور ولا الفيديو. النوت 8 فيه كاميرا خلفيه بجوج عدسات وبجوجهم دقه 12 ميجا بيكسل، وكيدعموا تقريب البصر حتى لجوج المرات بلا ما تنقص الجوده ديال التصاور، وكيصوروا البورتري بشكل ممتاز رائع، وكيصوروا الفيديو بدقه 2160 بي، وفيه مثبت بصري اللي كيخلي الفيديو يطلع واعر واخا كتصور بالتليفون وكتمشى ما غاديش يطلع الفيديو كيتحرك، وهذه حاجه مهمه في التصوير ديال الفيديو. الكاميرا ديال السيلفي حتى هي ناضيه بدقه 8 ميجا بيكسل وفيها اوتو فوكس و اتش دي ار، وكتصور فيديو بدقه 1440 بي. وهادشي كامل زوين في التليفون سواء الشاشه، التصميم، الكاميرات، القلم، الشحن السريع والشحن اللاسلكي، المعالج، كامل هادشي ناضي. والعيب اللي قلت لكم عليه في الاول ديال الفيديو اللي غادي يخليكم ما تفكروش تشريو النوت 8 هو الباتري. الباتري من الحوايج المهمين في التليفون. الباتري في النوت 8 بسعه 3300 ملي امبير، وهاد السعه صغيره في هذا التليفون حيت كيستهلك الطاقه بزاف بسبب الشاشه اللي كبيره وفيها بيكسلات كثار. في الاستخدام العادي ما غاديش يكمل النهار، الله يدوز ديك 5 سوايع 6 سوايع تقريبا، ولا مخدمين الالعاب ما غاديش يوصلها. وهذا الشيء والتليفون جديد. اما اوكازيون غادي تلقاو فيه مشكل في الباتري وكنظن ما غاديش يوصل 5 سوايع ولا 4 سوايع ديال الخدمه. من العيوب اللي كاينين في هذا التليفون، البلاصه اللي كاينه فيها البصمه بعيده وما مناسباش، كتجي صعيبه توصل ليها وانت شاد التليفون بيد وحده. خلاصة النوت 8 تليفون اللي ناضي وفيه مميزات كثيره ما كايناش في بزاف ديال التليفونات اخرين لولا هذا المشكل ديال الباتري. ولكن هذا المشكل ديال الباتري ما بقاش في النوت 9 اللي هو من افضل التليفونات اللي غندير لهم فيديو قريب ان شاء الله
غير خليكم مشتركين وفعلوا الجرس. كما هي العادة نتمنى نفيدكم في هذا الفيديو أصدقائي، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشاركوا القناة مع أصحابكم. نتلقاو في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.